والآن خلينا نروح إلى الجولة الثانية والسؤال الثاني مع الحديثي. تعالي أختي هاجر وتفضلي ست رؤى. مرحبا. هلا. مرحبا. مرحبا. شلونك؟ الحمد لله. زينات؟ الحمد لله. مرتاحات؟ تمام. يا هو نسأل أنت لو هي؟ تختار. أنت راح أسألك. شلونك رؤى؟ الحمد لله زينة. احكي لي شوية عن اختصاصك، عملك، هواياتك. أنا هواية، أنا اسمي رؤى، عندي هواية طموحات إن شاء الله أقدر أحققها. أحب القراءة، أحب أحب القصص خاصة. أحب القصص. القصص؟ قصص شنو تاخذين؟ يعني متنوعة، مو شرط رومانسية، تاريخية. لا أكثر شيء طبعا تاريخية، رومانسية نفس الشيء. لأنه أينما وجدت، حتى في الحروب يوجد الحب. الله على هذا الجواب الجميل، شكرا جزيلا. شكرا. وهاجر؟ أنا اسمي هاجر، طالبة. اسمك هاجر وليس هاجر؟ نعم. اي لانه وايد يهاجرون فاحنا ما بدنا نهاجر. هاجر. نعم. نعم. طالبة صف سادس ادبي. هوايتي الرياضة. حلو. والمطالعة، مطالعة كتب. حلو. عامة. عامة. نعم. لا عاد خلوا نروح نشوف هذا السؤال، يجوز يهم مطالعتكم. نعم. خلينا نشوف. نعم. ايد ورا الظهر وايد على الطاولة ونقول السؤال. السؤال يقول: اذكر ممثلا هوليووديا يعتمد الفنون القتالية في افلامه. داروك. ها؟ داروك. داروك؟ اوكي. داروك. خطأ. انت رؤى؟ يعني الاجنبي. اذكري ممثلا هوليووديا. نعم، فيلم اجنبي يعني امريكي. جاكي شان. ها؟ جاكي شان. جاكي شان. أموت على جاكي شان. جاكي شان. ها جاكي شان. إذن شكرا هاجر، ارجع المكان لو سمحتوا. يلا. حلو والله، حلو. جاكي شان يموت جاكي شان. أحب علي جاكي شان. رؤى برافو عليك. جاكي شان. وهدى أنت شو تقولين؟ رامبو. من وين؟ رامبو. رامبو، هذا رامبو اسم شخصية. يريد اسم الممثل اللي يمثل شخصية رامبو. من هو؟ ذكري. قلنا رامبو. رامبو يعتقد رامبو همين يمكن ثلاث أربع أجزاء من الأفلام، مو؟ لو أنا غلطان، مو صحيح؟ ممثل أمريكي معروف هوليوودي صحيح معاك يعني، بس ما تذكري؟ ايش وجهه طولوني وعنده عضلات. ها؟ لا خطا، هذا الخطا الاول.